ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فالأرض هي مستقر الإنسان، عليها يحيا، وفي ظلالها الوارث يعيش. ومن الخيرات التي أغدقها الله تعالى على هذه الأرض والثمرات التي أخرجها الله من تلك الأرض، يحيا الإنسان ويعيش على ظهرها. وبين القرآن أن له ضرورات لا بد من السعي إليها والوصول لها حتى يستقر الإنسان على ظهر تلك الأرض. فقال ربنا لسيدنا آدم عليه السلام حينما أهبط إلى الأرض: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وفي هاتين الآيتين يوضح القرآن الكريم أن الإنسان إذا أراد أن يحيا حياة آمنة مطمئنة لا بد من توافر هذه الأشياء الأربعة: إن لك ألا تجوع فيها، وهذا إشارة إلى ضرورة المطعم، ولا